عزيزي المشاهد، أهلا بيك مع تصفية حساب جديد لضيف جديد. بصراحة شديدة جدا معانا ومعاكم، والأهم من ده كله مع نفسه. وضيفتنا النهاردة هي الفنانة أني فاطمة. يا أهلا يا أهلا يا مدام فردوس. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب. انت طيبة والمشاهدين كلهم طيبين وبخير. هتقول لنا إيه النهاردة في بطاقة التعارف؟ أنا ممثلة في المسرح القومي أساساً، اسمي فردوس عبد الحميد، ده الاسم الحقيقي مش اسم فني. خريج معهد فنون مسرحية ودرست كونسرفاتوار قسم أصوات. بمثل حالياً في كل المجالات الفنية، يعني في التلفزيون والسينما والمسرح، بس يمكن التلفزيون يومين دول واخد مني يعني وقت أطول. في إيه مسلسل إيه جديد؟ بعمل حاليا مسلسل اسمه أنا وإنت وبابا في المشمش. طبعا لأن إحنا دلوقتي بنسجل قبل رمضان عشان ما تقولوش الناس إن إحنا بنسجل في رمضان. أنا مش عارفة، ما هو المفروض المسلسل يتذاع في رمضان، بس مش عارفة هينزل في رمضان ولا لا. بس طبعا لو نزل يبقى شيء جميل، لأنه مسلسل كوميدي ويمكن ده شيء يعتبر جديد شوية بالنسبة للأعمال اللي أنا عملتها أخيرا، إنها كانت كلها أعمال شديدة شوية، وكان مطلوب مني إن أنا أعمل عمل كوميدي. الله 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 الله، بتعيطي ليه؟ الأستاذ بليغ. إيه مات؟ أمال إيه؟ ما بيحبكش. مع إنه ما حبني. وإنت كمان ما بتحبوش. ايوه ما بحبوش فعلا، لان قلبي بيقول انه نصاب وحرامي وطمعان في ثروتك، وهو كمان بيقول عليك نفس الكلام. بصراحه مدام فردوس، تسمحي لي اتكلم معاكي بصراحه شويه؟ لا، ما انت لازم بصراحه. هتتقبلي؟ لا جدا. وبدون زعل؟ لا ما فيش زعل. الفنانة فردوس عبد الحميد بتؤكد دايما ان المخرج محمد فاضل من افضل المخرجين اللي اتعاملت معاهم، لأنه الوحيد اللي بيجيد العزف على أفضل عناصر موجودة بداخلها. فهل ده نعتبره نوع من المجاملة ولا تقرير واقع؟ على فكرة الكلام ده مش صحيح. أنا ما قلتش أبدا أنه محمد فاضل أحسن مخرج. إذا كنت من أفضل لا، يعني هو طبعا ما حدش ينكر أن محمد فاضل من أفضل المخرجين الموجودين، لكن ده مش معناه أنه ما فيش مخرجين تانيين كويسين. طبعا لا، كل مخرج له أسلوبه وله طريقته وله جمهوره وله الناحية اللي بيبرع فيها. وغير صحيح ان انا يعني معتبرة ان محمد فاضل هو يعني الاوحد العظيم في كل المخرجين. لا طبعا، في مخرجين كتير جدا كويسين، يعني هم لو كلهم كويسين هو واحد من طبعا هو واحد من الكويسين. وده ما يمنعش ان اقول تاني انه محمد فاضل مخرج كويس، وده مش بشهادتي بس، بشهادة كل الممثلين والجمهور كمان. عشان كده بتشتغلي معاه دلوقتي انا وبابا في المشمش. طيب عشان كده اقدر اقول سبتي ليالي الحلميه؟ وبعدين بقى نتكلم بصراحه، ما هي الدخله دي كلها عشان الموضوع ده. طبعا الكلام ده يعني غير صحيح بالمره.
لان انا قلت الكلام ده طبعا قبل كده، لكن بقوله تاني عشان الناس اللي ما سمعتهوش تسمعه، لان يهمني جدا يعني فكرة الجمهور عني، لانه اشيع هذه الاشاعة المغرضة الغير صحيحة الغير موضوعية، لان مفيش ممثل اطلاقا في الدنيا بيحب فنه وبيحب شغله هيسيب شغل هو مرتبط بيه، وبالعكس هو شغل لازم يكمله عشان عمل آخر، ده يبقى سبب يعني يبقى سبب ساذج جدا. طبعا الكلام ده مش صحيح، أنا ما سبتش ليالي الحلمية عشان مسلسل محمد فاضل، أنا سبت مسلسل ليالي الحلمية لأنه الدور في الجزء الثاني ما كانش دور رئيسي، ومش زي ما قيل ان انا طلبت انه يبقى هو الدور الاوحد او الدور البطولة المطلقة اللي ما فيش ادوار جنبه. طبعا الكلام ده غير صحيح وغير منطقي وغير واقعي، لان فيش حاجة اسمها بطولة مطلقة في الدراما، في حاجة اسمها دور رئيسي ودور ثانوي. انا شفت انه الجزء الثاني من ليالي الحلمية دور انيسة فيه دور ثانوي. اهو ده بقى اللي كان ناقص، عشان نفيسة هانم بلعت عجرفتك وانت داخلة نفشة ريشك قوي وما مديتش ايدك تسلمي على صاحبة البيت، وعشان نفيسة هانم جيت على نفسي ودخلت ضيفك واعمل لك شاي، لكن تتجرأي عليها بالطريقة دي لا، مش حبلع ولا حسكت على اي حاجة تقوليها. لازم تشتغل مع كل المخرجين وإلا تكون حبست نفسها في دايرة محمد فاضل فقط. حكاية محمد فاضل دي على فكرة إشاعة برضو. لأن الكلام ده غير صحيح والله العظيم. أنا بقول يعني أنا نفسي كل الناس دلوقتي تبقى سمعاني علشان تعرف إن ده غير صحيح ومش حاصل، لأن أنا اشتغلت مع أغلب مخرجين مصر وبعمل أعمال مع أغلب المخرجين سواء بالنسبة للسينما أو بالنسبة للمسرح أو التلفزيون. كل اللي اشتركت فيه مع محمد فاضل هم باللي بعمل بالمسلسل اللي بعمله حاليا اللي هو أنا وإنت وبابا في المشمش، 6 أعمال من مجموع مثلا حوالي 35 عمل. أعتقد دي نسبة قليلة جدا، مش معرفش ليه الاعتقاد ده سائد انه انا ما بشتغلش الا مع محمد فاضل. يمكن لان يعني عملت كذا عمل ناجح مع محمد فاضل فيتهيأ للناس انه انا ما بشتغلش الا معاه. لا طبعا، يا ريت لو عبارة بحبك يا مصر بس يا ريت. بحبك يا مصر بس يا ريت كل واحد فينا يبقى مخلص جدا في العمل اللي بيأديه عشان يستطيع ان ينبغ فيه زي ما نبغ الكاتب الكبير نجيب محفوظ وحصل على جائزة نوبل. رمضان كريم. مدام فردوس، في شهر التصالح والتسامح مطلوب منك انك تبعتي 3 تلكسات لثلاث شخصيات بتقولي لهم رمضان كريم. مين اللي هتبتدي بيه وتقولي له انا حقيقي زعلان عشانك جدا لانك فنان عظيم ومش محتاج لمال ولا شهرة ولازم تعيد حساباتك من جديد؟ يعني انا مش عايزة حد يزعل مني، بس انا هتقولها له بعشا. يعني انا بحب جدا الشخص اللي هقول على اسمه، بحب جدا جدا، وبعتقد انه هو من اعظم الممثلين اللي لو توفر له العمل الجيد. ومع ذلك هو ما بينتقيش اعماله مع انه هو مش محتاج لده. اللي هو مين؟ اللي هو الاستاذ عبد المنعم مدبولي. مين اللي هتقولي له اعظم دور لعبته في حياتك كان من اخراج زوجي محمد فاضل؟ وعلى فكرة ده مش رأيي انا بس، ده رأي الناس كلها وبتهيأ لي رأيك برضو. على فكرة عمالة نزل احراج فيها. لا هو يعني ده مش عيب طبعا انه لما يبقى فيه ممثل عمل مع الاستاذ محمد فاضل احلى اعماله، ده مش عيب اطلاقا. انا رأيي ان احلى عمله الزميل فاروق الفيشاوي هو دور
المنزلاوي في مسلسل ليلة القبض على فاطمة إخراج محمد فاضل. لحظة ضعف. مدام فردوس في لحظة من لحظات أي إنسان بيخلو بنفسه، بيقعد لوحده، بيفكر في حاجات كتير جدا، ممكن يتحول ساعتها لطفل صغير محتاج لحد يمسح له دمعته يطبطب عليه. امتى حسيتي باللحظة دي؟ يعني هو طبعا اللحظة دي انا بمر بيها كتير قوي، يعني حكاية ان انا احس ان انا طفلة وان انا عايزة حد يطبطب عليا دي، يعني متهيألي مش انا بس، يعني ناس كتير قوي. لكن اقول لك لحظة من لحظاتي، لحظات ضعفي، ولو ان يعني هي كانت لحظة يعني شوية قاسية. معلش، ما انت يمكن لما تطلع تروح. يمكن كانت اصعب لحظة في حياتي لحظة وفاة والدي، من يعني من اصعب اللحظات الحقيقة. كل ما افتكر فيها بتأثر قوي، وبحس انها يمكن لسه حاصلة دلوقتي، مع ان ده فات عليه حوالي 11 سنة. لكن لان والدي كان يا مدام فردوس نكمل. مدام فردوس انت مع السادة المشاهدين دلوقتي، كملي. امال فين الجادة وعمالين نقول محامية ومهندسة وشخصية ليها وضعها وقوية وحاجات كده؟ والدك كان بالنسبة لك بيمثل ايه؟ كان يعني كان بيمثل زي الدرع الواقي اللي كان بيصد عني حاجات كتير قوي. شهادة تقدير. مدام فردوس لو معاكي جايزة أو شهادة تقدير تديها لمين؟ أديها للعسكري اللي كاد يضحي بحياته. احنا طبعا كلنا عارفين الحادثة، ان العسكري اللي شاف طفل بيقع في النيل وامه واقفة مش لاقي حد ينجدها، ونزل عشان ينقذ الطفل ده من غير ما يفكر في نفسه، من غير ما يفكر هو ممكن هيقدر يطلع تاني او ممكن يغرق او ما ممكن يموت او مش ممكن، او يعني فكرش اطلاقا في نفسه، ولكن فكر في حاجة واحدة بس، هي انه ينقذ الطفل ده الغرقان. وده الحقيقة بيبين الشخصية الحقيقية للشعب المصري. رمضان كريم. رمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. وبكرة معدنا مع نجم جديد وحلقة جديدة، فحتى حين اللقاء لكم أرق تحياتي وأسرة البرنامج، نبيل عبد النعيم، درويش يوسف، ومونة الحسين. حوار صريح جدا جدا، كلام مريح جدا جدا، وسين وجيم سطر رطر، إن خفتي ما تقولش ما تقولش، وإن قلتي ما تخافش ما تخافش، إن خفتي ما تقولش ما تقولش، وإن قلتي ما تخافش ما تخافش. بس المهم